حكم ثقب الأنف، تلك أمور ظهرت حديثا مع الفتيات، وما أدري هن يقلدن الغرب أم يقلدن البدويات. يثقبن الأنوف والأنف كلها ثقوب، وثقبن الأذن كلها، وبعضهن تثقب الثدي وبعضهن تثقيب، ما أدري ما الذي حمل البنات على هذا، لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم. لكن الذي كان على عهد الرسول ثقب الأذن، أما ثقب الأنوف وثقب الأماكن الأخرى ما أستطيع أن أفتي بتحريمه، لكن السير على ما سارت عليه نساء النبي أولى.